احنا هنبدا الشابتر الثاني معايا بقى. الشابتر ده ضخم وكوميولاتيف، يعني كل جدول هيسلم مين التاني، وفي شويه تريكس كده لو انت قطعت عليهم من الشرح هم دول بتوع الحل. وفي ميزه ان هو عامل زي المحاسبه الماليه بتاعت الترم الاول، يعني القوانين انت ايه بتطبق. طب نخش في المفيد. الشابتر ده اسمه ذا ماستر بادجت. تاني ركز، اسمه ماستر ايه؟ بادجت. اي شركه سواء كانت مانيفاكتورنج صناعيه زي اللي احنا هنبدا بيها، لان في شركات تانية اسمها مرشاندايز. يعني ايه مرشاندايز؟ تاجر. انا مركز معاكم من اول المنهج على الشركات اللي بتصنع. لازم المحاسب الاداري بتاعها يعمل لهم حاجه اسمها بادجت. بادجت يعني خطه متوقعه. البادجت دي هو انك بتبني توقعات على فتره جايه، مش هي متوقعه، يبقى على حاجه حصلت ولا هتحصل؟ هتحصل. عاده، بص انا بقول لك، عاده البادجت بتتبنى لكوارتر. هي السنه فيها كام كوارتر؟ اربعه. يعني انا بصوا كده اللي انا مسطره النهارده جينيوري وفبروري وايه؟ مارش. يبقى واضح ان انا هعمل نموذج توقع لانهي كوارتر الاول. طب لو ابريل ماي جون، انا كده بتكلم على الكوارتر الايه؟ الثاني. جولاي اوجست سبتمبر مين؟ الثاني. اكتوبر نوفمبر ديسمبر مين؟ الرابع. طيب عايزك قبل ما نبدا شرح نعمل حاجه اسمها سكيمنج، يعني نبص على الخطوات كلها. هو الشرح كله بتاع الموضوع في البارت ده، يعني انت البارت ده يعتبر اخر بارت ايه؟ شرح. ايه اللي جاي بعد كده؟ كلها اكسرسايزز على التو تشابترز. خلاص؟ عايزك تفتح الورق. خلاص؟ وعايزك تجيب بيج 2 اللي فيها المساله. طبعا بص انا في مساله الدكتور بتاعك، يعني دكتور مندور شرح بيها، في مساله دكتور سليمان شرح بيها، انا متقل ايدي شويه على مساله الشرح اكتر. خلاص؟ بصوا كده، عايزك تمشي معايا من اول رقم واحد اللي انا كاتبها تحت، شايفها ولا لا؟ بص انا كاتب اول حاجه ايه؟ سيلز. ايه سيلز دي؟ يعني انا اول حاجه هعمل جدول، الجدول ده هيبقى اسمه ايه يا ولاد؟ بصوا ايدي، ها، سيلز بادجت. عارف يعني ايه؟ انت هتبيع بكام؟ تاني هتبيع ايه؟ بكام؟ كل اللي انت هتعمله، بصوا ايدي، هتضرب السيلز يونتس اللي انت متوقع ايه؟ تباعها، ها يا جماعه، في السيلنج ايه؟ برايس، في سعر البيع. هتجيب السيلز كاماونت. انا ما بشرحش، انا قلت لك انا عايز اتمشى في الورق. يبقى انت اول حاجه هتعمل حاجه اسمها السيلز ايه؟ بادجت. بتقعد تتوقع شركتك هتبيع كل شهر كام يونت، تضرب في سعر البيع، تجيب الرقم كايه؟ فلوس. حد عطلان؟ بصوا بقى اللي جاي. افرضوا ان انا في شهر هبيع ب 100,000 دولار. تاني يبقى السيلز بتاعتي كام يا سنه اولى؟ 100,000 دولار. هل شرط ان انا عشان ابيع ب 100,000 دولار اكولكت، بص اللفظ يعني ايه كولكت؟ احصل في جيبي 100,000 دولار؟ مش شرط، والا ما كانش ظهر لكم رقم في المحاسبه اسمه الاي ار. مين فاكر ايه هو الاي ار؟ اكونت ريسيفر. يعني انت ممكن تبيع ب 100,000 جنيه بس ما تحصلش ال 100,000 جنيه، لانك تكون بتحصل، بصوا بقى الحته دي، بالاجل، او بتبيع بالايه؟ بالاجل. يعني على سبيل المثال يجي يقول لك ايه؟ ما تكتبش، ها؟ المبيعات اللي انا ببيعها، انا اديتك مثال ان انت هتبيع بكام؟ ب 100,000 مثلا. يقول لك 60% منها will be collected in the same month. يعني ال 100,000 هاخد منهم عربون في نفس الشهر كام في المية؟ 60%. يعني هاخد كام؟ ردوا عليا 60,000. وبعدين يقول لك ايه؟ 40,000 جنيه
will be collected in the months following the months of sale. يعني ايه؟ يعني لو انا بكلمك ان ده شهر مين يا جماعه ردوا عليا يناير. انت بايع بكام؟ ب 100,000. هو على كلامه سياسه التحصيل بتاخد 60% في نفس الايه؟ الشهر، يعني هتاخد كام؟ 60. طب الشهر اللي وراه، الشهر الايه؟ اللي وراه اللي هو فبراير، هتاخد الباقي اللي هو كام؟ 40. معايا ولا لا؟ طب مبيعات فبراير، هتاخد جزء منها في فبراير وجزء فين؟ في مارس. طب معاك مارس، جزء في مارس وجزء فين؟ في ابريل. اذا تاني جدول احنا عايزينه منك، اقلب الصفحه. ها اقرا كده مكتوب ايه؟ سكادول اوف كاش ايه؟ لا انا عايز اسمع سكادول اوف كاش ايه؟ يعني ايه سكادول اوف كاش كوليكشن؟ رد عليا. يعني جدول الايه؟ التحصيل. بصوا ايدي. يبقى انا حبايبي المرحله الاولى هعمل سيلز ايه؟ بادجت، هجيب اللي انا هبيعه ايه؟ فلوس. معايا ولا لا؟ طب بعد كده هعمل حاجه اسمها ايه؟ هكلموني جدول الايه؟ التحصيل، اسمه سكادول اوف كاش ايه؟ كوليكشن. حد عطلان؟ يبقى الجدول ده هيجيب لك اللي انت هتلمه في ايدك كايه؟ فلوس، لان انت ما بتحصلش كله في نفس الشهر. طب ممكن اسالك سؤال؟ لو انا ببيع كاش يبقى ال 100,000 جنيه اللي انا بعتهم هحصلهم امتى؟ 100,000 في نفس الايه؟ الشهر. حد معترض؟ طيب ايه اللي بالصفحه؟ احنا كل ده بنتصفح. يلا حبيبي. انا مصعبها عليك حته. يلا بص بقى. تاني عنوان مكتوب ايه؟ برودكشن. ممكن اسالك سؤال؟ هو لو انا في شهر هبيع 10,000 ترابيزه. تاني لو انا في شهر هعمل سيلز كام يونت؟ 10,000. هل بالضروره ابروديوس انتج 10,000؟ قولوا لي ليه؟ لان ممكن يكون عندي انفنتوري. يعني ايه انفنتوري؟ مخزون. يعني لو انا في شهر عايز ابيع 10 يا جماعه، انا مخزن 2، يبقى انا محتاج انتج كام؟ تمام؟ يبقى بص البادجت اللي عليها الدور اسمها ايه؟ برودكشن بادجت. انا هحدد هنا هنتج كام ايه؟ يونت. عشان تلبي الايه؟ ردوا عليا سيلز. هبدا بشوف المخازن فيها ايه؟ وانا متوقع انتج ايه؟ كام؟ حد عدل؟ طيب اقلبوا الصفحه. قول لي بقى بعد ما حددت اللي انت هتنتجه، هو اللي انت هتنتجه ده هيتصرف عليه كام؟ اقرا اول عنوان مكتوب ايه؟ جماعه مش انت هتصنع؟ يبقى هتصرف ايه؟ دايركت ايه؟ ماتيريال. عايزين نعرف هنشتري خامات بكام عشان نعمل الايه؟ رد عليا الانتاج. اقلب الصفحه. ها العنوان اللي بعده تحت رقم 4 مكتوب ايه؟ اسمع دايركت ايه؟ قول لي يعني ايه؟ هنصرف كام ايه؟ اجور ومرتبات. طب اقلب الصفحه. ها هنصرف كام ايه؟ اوفر هيد. طب اقلب الصفحه. هنصرف كام ايه؟ اوبريتنج. مين هم الاوبريتنج؟ اللي هم النون ايه؟ مانيفاكتشر. مش ملاحظ حاجه؟ هوصل لرقم 7. الموضوع بقى العالمي مكتوب ايه؟ كاش بادجت. اقلب إيه الصفحه هات لي اخر ورقه. ايه بقى الكاش بادجت دي؟ بص ايدي. هي العمليه كلها المرحله الاولى هشوف هبيع ايه وهحصل كام. يبقى دي فلوس داخلاني ولا طالعه؟ تاني هبيع ايه وهحصل كام؟ دي فلوس ايه؟ دخل. هنتج اللي انا هبيعه ده، هنتج منه قد ايه؟ بصي هصرف قد ايه ماتيريال؟ قد ايه ليبر؟ قد ايه اوفر هيد؟ قد ايه سيلينج؟ قد ايه ادمنستريف؟ يبقى انا هحط الكاش ان قصاد الكاش ايه؟ او في الجدول النهائي اللي اسمه الكاش ايه؟ بادجت، واعرف شركتي كل شهر من الشهور هتواجه اكسس. يعني ايه اكسس؟ فائض ولا تواجه ايه؟ ديفيسيت. ولو هواجه ديفيسيت ازاي اتعامل معاه؟ فهمتوا القصه ولا لا؟ اللي انا قلته ده اسمه اللي اوت بتاع التشابتر. تشابتر عاده لو انت ماسك نفسك يتشرح في حصتين، لو انت بتتفرهد يتشرح في 3، لو انت ضايع يتشرح في 4. فاحنا نامل ان احنا ناخده في كام مره؟ ها عايزين ايه؟ تختاروا ايه؟ 2. خلاص هنسمي اللعبه. ارجع هات المساله من اولها.
يلا بينا. خلاص اقرا كده كومبريهنسيف كيس. Cairo Manufacturing Company provided the following information for preparing its budget for the first quarter of كام؟ 2017. عشان كده بصوا هتلاقيني انا مسطر كل جداولي ايه؟ جان، فبراير، ايه؟ مارش، لان انا بتكلم على الفيرست ايه؟ كوارتر. كمل. The following is the balance sheet. ايه ده ايه ده ايه ده؟ balance sheet data. بالانس شيت ده انت مفتري. يوم كام؟ رد عليا. يوم 1/1/2017. اكتب جنب الارقام دي beginning. مش انت هتعملي بادجت ليناير فبراير مارس؟ طب انا مديك ارقام يوم 1/1، يبقى دي ارقام ايه؟ beginning. في ارقام كتيره قوي يا اولاد، قوي انتوا مش تستخدموها، بس دكتور سليمان لما بيحط الامتحان في الشابتر ده بيبقى ايده تقيله قوي، عشان كده انا اخترت لكم المساله دي. بصوا كده، مديك رصيد الايه؟ كاش. ها تحتي مين؟ AR. تحتي مين؟ ماتيريال انفنتوري. اكتب جنبها DM. خلاص؟ ها تحت، معلش هو الماتيريال الكمية قد ايه اللي موجودة؟ 20400 كيلو صح؟ قيمتهم كام؟ 163200 جنيه. طيب اللي تحتها مكتوب ايه؟ فينيشد جودز. اكتب جنبها برودكشن، يعني دي واحده تم انتاجها. ها بعد كده مديني ايه؟ اكويبمنت فيكسد اسيت. بعد كده مديني توتال ايه؟ اسيت. الناحيه الثانيه كاتب ايه يا جماعه؟ اي بي كومن ستوك. ايه الكلام الكبير ده؟ ريتيند ايه؟ ايرننجز. وبعد كده ايه؟ حاطط توتال لايبيلتيز وونرز. يعني الراجل بادئ مديني بالانس شيت جنب فيه الاسيتس وجنب فيه اللايبيلتيز ومين؟ اونرز ايكويتي. يس جزء من الاونرز ايكويتي، مش هتعملي بيه حاجه. خلاص يعني في ارقام كتيره جدا هتلاقوه بيرميها في المساله وهي مسليدنج. يعني ايه مسليدنج؟ ملهاش لازمه. خلاص يلا بالله عليكم ما تناموا، بالله عليكم ما تناموا. اقرا بقى. اكتوال سيلز، جماعه ركزوا، مبيعات. مبيعات مين؟ ايه ده؟ نوفمبر. نوفمبر سنه كام؟ معلش 2016. يا جماعه ثواني، هو انا اصلا هشتغل على مين؟ يناير وفبراير ومين؟ ردوا عليا. مارس. انت مديني ايه اللي مخليك مديني نوفمبر؟ مش عارف هنعمل بيها ايه. كام؟ يقول لك مبيعات نوفمبر كانت كام يا جماعه؟ 1.5 مليون دولار. ومبيعات ديسمبر كانت كام؟ ها كام؟ 2,100,000. بادجت يونتس اوف سيلز فور 5 مانثز اوف 2007. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه بادجت يونت اوف سيل؟ يعني انا هديك اليونتس اللي احنا متوقعين ايه؟ نبيعها. يبقى هو داخل دخله غبيه قوي. مديلك، ردوا عليا ما تناموش، مبيعات شهرين ايه؟ قدام. تاني مديك مبيعات شهرين ايه؟ قدام. وبعد كده مديك اليونتس اللي انت متوقع تبيعها يناير وفبراير ومارس. ايه ده؟ وابريل ومين؟ ماي. ده مديك كمان لشهرين قدام، يعني هو مديك شهرين ورا وشهرين ايه؟ قدام. كمل. يونت سيلينج برايس، سعر بيع الوحده كام؟ 60 دولار. اول سيلز ار ميد اون ايه؟ اكونت. قول لي يعني ايه؟ يعني انا ما بحصلش الفلوس ايه؟ كاش. اركز بقى في اللي جاي. 30% من السيلز اللي بتبيعها از كولكتد ان ذا مانث اوف سيل. يعني انا لو بعت حاجه، ردوا عليا، في شهر ايه؟ يناير. باخد من قيمة المبيع في نفس الشهر كام؟ 30. كمل. 50% collected in the first month following the month of sale. عارف يعني ايه؟ يعني انا لو بايع ب 100,000 جنيه في شهر كام يا جماعه؟ يناير. هحصل منهم 30,000 فين؟ في يناير. ركز. الشهر اللي بعد يناير اسمه ايه؟ فبراير. قال لك هتاخد 50% منهم، يعني كام؟ 50,000. كمل. And 20% اخرانيين in the second month following the month of sale. مين يقول لي يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ انت الشهر اللي بعت فيه مثلا مين؟ يناير. معايا ولا لا؟ هتاخد كام في نفس الشهر؟ 30%. الشهر اللي وراه
فبراير هتاخدي كام؟ 50%. الشهر السكند اللي وراه اللي هو مين؟ مارس هتاخدي كام؟ 20%. 20% يعني كام؟ ردوا عليا 20,000. يبقى كده ال 100,000 انا بحصلهم تكه واحده ولا على 3 شهور؟ 3 شهور. هقول لكم حاجه ما اتقالتش في كل المحاضرات بس احترسوا. دكتور سليمان لو حط السؤال ده هيجي يقول لك ايه؟ ركز. 30% في نفس الشهر، 50% في الفيرست مانث اللي وراه، حد معترض؟ 15% في الشهر اللي وراه. ثانية واحدة، كام؟ 15%، 15% دول يعني كام يا جماعة؟ رد عليا 15,000، وهيقول لك حاجة من اتنين، يا هيسكت يا إيه؟ هيسكت، يا إما هيقول لك 5% uncollectable. يعني إيه 5% uncollectable؟ يعني في خمسة، مش خدتوا حاجة اسمها الأفدة allowance for doubtful account، خدتوهاش الترم الأول دي ولا إيه؟ لسه هتشتغل عليها أكتر، المهم مش موضوعنا. أنا هحصل ال 100,000 كام في نفس الشهر؟ ردوا عليا 30%، والشهر اللي وراه 50%، والشهر اللي وراه 15%. ده معناه ان في 5% uncollectable. يعني ايه uncollectable؟ ردوا عليا مش هيتحصلوا. طب دول اثرهم ايه على البادجت؟ ولا حاجه. ال 100,000 اللي انت بعتهم هتاخد كام؟ 30. كمل في كام؟ 50. في كام؟ ردوا عليا 15. طب وال 5% اجنور. 5% ايه؟ ردوا عليا اجنور. يعني ايه؟ قول لي ليه اجنور؟ لان هم مالهم مش عارف احصلهم. في مشكله في الكلام ده؟ الطبيعي بقى ان هو يعمل معاك كده. يقول لك هاخد كام في الشهر الاول؟ 30. اللي ورا كام؟ 50. اللي ورا كام؟ 20. ساعات يعمل كده. ها؟ يبقى كده اساس التحصيل بقى كام شهر؟ 2. 30% في الشهر الاولاني وكام؟ 70% اللي ورا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب نسمي الله بقى بالراحه. اقرا عشان انا قلت لك انا بادئ معاك بالمساله الايه؟ الصعبه، لان انا كان ممكن اديك واحده نبدا بيها اسهل من دي. فاهمين؟ اسهل من دي، بس اول ما كنت اخش احل اسئله دكتور سليمان انت كنت ايه؟ هتتعب. فخلينا نضرب الشابتر صح. اقرا بقى. بريبير، ها المرحله الاولى محتاجين مين؟ سيلز، بادجت، وايه معلش ها؟ سكادول اوف كاش ايه؟ كولكشن. يلا عايز حد يشتغل معايا حته حته قولي لي. انا سطرت الجدول صح؟ ها مين؟ يناير، فبراير، وايه؟ مارس. بصوا لي في الجيفن. انت في يناير حاطين لي كام يونت؟ كام؟ 30. وفي فبراير؟ 40. ده عدد يونتس صح؟ وفي مارس؟ 50. يعني اجمالي عدد اليونتس كام؟ 120. حد معترض؟ 30 40 و50 كلهم كام؟ 120. قولي سعر بيع اليونت جيفن كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه. بصوا هنا ركز بقى في الغلطات دي. انا هنا ده شهر مين؟ يناير. وده مين؟ وده مين؟ مارس. توتال اليونتس كام؟ 120. سعر بيع اليونت كام؟ 60. هل ده معناه ان انا هنا اكتب 180؟ لا. برضه اكتب كام؟ 60. قول لي ليه؟ لان ده السعر بيع ايه؟ يونت. تاني تتلخبطيش. طبعا. فانا دلوقتي عامل ايه؟ قولي لي انت الشهر الاول بايعه كام وحده؟ 30. سعر الوحده كام؟ يبقى انت عامله مبيعات بمليون، ردوا عليا 800. معايا ولا لا؟ طب الشهر الثاني بايعه هتبيعي كام؟ 40,000 وحده في 60، يبقى هتبيع بكام؟ 2,400,000. طب ثالث شهر 50,000 وحده في 60، يعني هتبيع بكام؟ 3,000,000. معايا كده ولا لا؟ هل ده معناه ان انا هبيع 120,000 وحده في 180 سعر الوحده؟ لا. سعر الوحده ده تسعيره بير ايه؟ يونت. يبقى انت تخلي بالك وانا عامل لك عليها دايره اللي هي مين؟ رد عليا ال 60. طلع اجمالي مبيعاتك بكام؟ 7 مليون وكام؟ 200. ها؟ حد عطلان؟ اكمل؟ معايا؟
يبقى اول جدول اسمه ايه والنبي ما تنام اسمه ايه سيلز باتش. هتشوف الفتره اللي انت هتشتغل عليها وتعمل لها الايه تاخد اليونت في السيلز في السيلنج ايه برايس. نبدا بقى نتخانق انا وانتو. الجدول التاني اسمه جدول الايه التحصيل. انا هنا مغلس عليك زي ما هو في اللجنة هيغلس عليك. انا كان ممكن اديك مساله تافهه سياسه التحصيل فيها 30 70 يعني انا بحصل على كام شهر 2 قولوا لي بقى وبالله عليكم ركزوا. هي المساله دي ادي جينيوري فبراير وادي ايه مارش. حد يقول لي سياسه التحصيل في المساله دي كانت ايه اللي انا قريتها؟ اي بيعه ببيعها باخد كام في نفس الشهر؟ 30 اللي وراه 50 اللي وراه. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان البيعه بتسمع في كام شهر؟ 3. افهم الكلام، بص اركز معايا. يعني مبيعات يناير، بصيني مبيعات ايه؟ يناير. هتاخد في يناير كام في المية منها؟ 30. ردوا عليا ما تناموش. وفي فبراير؟ 50. وفي مارس؟ 50. حد معترض؟ ركز عشان اقول لك الضربه فين؟ تعالى. مبيعات مين؟ هتاخد 30% فين؟ في فبراير. ما تجيش بقى تتذاكى تقول اخد في يناير، هي كانت حصلت اصلا؟ لا. يعني انت اللي انت بعتيه في فبراير هتحصلي ازاي؟ كام في المية في فبراير؟ 30. كملي. في مارس كام؟ لا ردوا عليا، مش انا باخد 30 في 50 في 20. ال 20% دول هيبقوا جوه البادجت ولا دول في ابريل؟ حد معترض؟ بص اللي جاي ركز. ها ردوا علي. مارش مبيعات مين؟ مارش. هتاخدي كام في المية في مارش؟ 30. وتاخدي في ابريل كام؟ 50. وتاخدي في ماي كام؟ تاني. انا دلوقتي سياسة التحصيل بتاعتي ان انا باخد في نفس الشهر اللي بعت فيه دفعة كام؟ 30. شهر الفيرست اللي وراه باخد كام؟ 50. شهر السكند اللي وراه باخد كام؟ 20. يعني مبيعات يناير هاخد في اللي في نفس الشهر يناير كام؟ 30. فبراير مارش 20. طب لو انا بعت اللي ببيعه في فبراير هاخد في فبراير كام؟ 30. في مارش كام؟ 50. في ابريل كام؟ 20. تقسيط. طيب مبيعات مارش هاخد في مارش كام؟ 30. في ابريل كام؟ 50. في ماي كام؟ 20. حد معترض معايا؟ عندك مصيبه بقى لازم تركز فيها. هي ايه؟ ان انت زي انت بتعمل البادجت لكام شهر؟ والنبي ردوا عليا. يناير ها ردوا. فبراير وايه؟ مارس. لو تلاحظ ان في حاجات انت هتحصلها فين؟ في ابريل وفين؟ في ماي. يعني بعد الجدول ايه؟ بتاعك. هل دي هتظهر في جدول التحصيل هنا ولا دي في البادجت اللي جايه؟ انتوا في ايه يا جماعه متنحين ليه؟ تردوا عليا. الكلام ده هيتحصل دلوقتي ولا في البادجت اللي جايه؟ اللي جايه. ركز. زي ما في ديول من البادجت القديمه ازاي؟ انا قلت مبيعات نوفمبر. ركز الحته دي عبقريه جدا، هو ده القفل اللي بياخده الطالب في اللجنه. ها مبيعات نوفمبر تعرف تقول لي كانت بتتحصل ازاي؟ 30% فين؟ في نوفمبر صح؟ 50% فين؟ ديسمبر. 30% فين؟ في نوفمبر. 50% فين؟ طب تعالى بقى و 20% فين؟ في شهر. مش احنا عرفنا ايه الموضوع ده؟ عيب هالك. مش هو قايل لك سياسه التحصيل كذا 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 30 50 20؟ مش انا اللي اقول لك، ده هو اوتوماتيكالي انت لازم تبقي فاهمه ان اكيد في كل شهر امريكا اقساط ايه؟ قديمه. مش هو اللي هيقول لك حصليها، ده انت من نفسك تبقى لسياسه التحصيل مين؟ المساله.
طب اغلس عليك اكتر، قولوا مبيعات. انا عايز اسمع مبيعات مين؟ ديسمبر. مبيعات مين؟ ديسمبر. مين يقول لي تتحصل ازاي؟ 30. لا بصوا انا مش عايز ضياع، انا دلوقتي قلت مبيعات مين؟ نوفمبر. 30 في نوفمبر، 50 في ديسمبر، 20 فين؟ فانا بسالك سؤال واضح، ايه اللي رجعك لنوفمبر؟ يا ابني ما هو نوفمبر عنده ايد ممدوده لحد فين؟ يناير. وانا بعمل جدول تحصيلات يناير وفبراير ومارس. يبقى اذا في ايد جايه منين؟ من نوفمبر. طب كم؟ مبيعات ديسمبر. ده شهر جديد ولا قديم؟ قديم. ايوه احكوا لي حامل فيه ايه؟ 30 في ديسمبر، يا نهار ابيض. و50 فين؟ في يناير. و20 فين؟ في فبراير. فاهم هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انت طالما البادجت بقسط على كام شهر؟ اتنين قدام. يبقى زي ما انت بتروح اتنين قدام، اكيد هيبقى في اتنين منين؟ من ورا جايين. طب يا اولاد لو انا كنت بحصل على قسطين 70 30 كان ساعتها هحتاج ارجع لنوفمبر ولا ديسمبر بس؟ ليه؟ وانا لو بحصل على قسطين هيبقى كل شهر مسمع في شهر ايه؟ واحد. ايه اللي رجعك هنا شهرين؟ لان سياسه التحصيل شغاله على كام قسط؟ قسطين بعد نفس الايه؟ الشهر. تعالى بقى سيبك من كل الهجص ده، تعالى نحلها. بص في الجيفن، قولوا لي مبيعات نوفمبر كفلوس اصلا فاكرينها؟ كانت كام في الجيفن؟ مليون ونص. مليون ونص. هي ما كانتش يونتس، هو كان مديها لك ايه؟ فلوس. كام معلش عايز اسمع؟ مليون ونص. قولوا لي كده، قولوا لي كام في المية في نوفمبر؟ 30. كام في المية في نوفمبر؟ 30. كام في المية في ديسمبر؟ 50. كام في المية هيجوا في يناير؟ يبقى في 20% من الرقم ده، 20% من مليون وكام؟ ونص، هيتحصلوا في يناير. يبقى أول حاجة جاية في يناير، قسط قديم منين؟ من نوفمبر. ركزوا، قسط قديم منين؟ من نوفمبر. كملوا. في الجيفن مبيعات ديسمبر كام؟ 2 مليون و100. جدولها لي. كم في المية اتاخد خلاص في ديسمبر؟ 30. فاضل قسطين صح؟ ها معايا ولا لا؟ كم في المية منهم في يناير؟ 50%، يعني مليون و50. معايا ولا لا؟ والقسط التالت جاي فين؟ في فبراير، اللي هو كم في المية؟ 20%. خطيرة الحتة دي، خطيرة. الحصة النهاردة مبنية عليها، معايا ولا لأ؟ إيه اللي رجعني شهرين؟ إن أنا بجدول على نفس الشهر وشهرين. طب لو أنا كنت بجدول 70 30 60 40 هل كنت هرجع لنوفمبر؟ لأ، ما هو نوفمبر كان هيبقى اتحصل نوفمبر وديسمبر. إيه اللي رجعك؟ اللي رجعني إن نوفمبر لسه مادت إيد فين؟ في يناير. وان ديسمبر لسه مادد ايدين، واحد في يناير واحد فين؟ فبراير. صعب الكلام؟ كملوا معايا بقى تحصيل عادي ازاي؟ يلا. جان من من الحل بقى اللي انت عامله، مبيعاته كام؟ مليون 800. حصليها لي. كام في يناير؟ 30%، يعني كام؟ 540,000. ها كم في فبراير؟ 50. يعني 900,000 صح؟ اه. كم في مارس؟ 20. يعني كام؟ 68. حد معترض؟ فاهمين انا بقوله ولا لا؟ كلام خطير. خش على اللي وراه. فبراير اهو مبيعاته كام؟ 2 مليون 400. جدول 30% فين؟ فين؟ في فبراير. 30% من الرقم ده يعني 720. انتوا معايا ولا لا؟
50% فين؟ ماس. يعني مليون ايه؟ 200. حد معترض؟ 20% فين؟ ردوا بقى. فبراير 30. ها مارس كام؟ 20. مارس 50. صح ولا غلط؟ فبراير كام؟ 30. 30 من مين؟ من الرقم ده. مارس كام؟ 50. ابريل كام؟ 20. ممكن سؤال؟ هو انت بتشتغل لابريل ولا لحد مارش؟ عارف ال 20% دول؟ شايفهم؟ يتسجلوا اي ار. يعني ايه اي ار؟ رد عليا. اكونت يعني في نهايه شهر 3 انا هقفل حساباتي لحد هنا. ليا قسط باقي ده جاي في شهر كام؟ 4. يبقى ده هيتحسن شهر كام؟ 4. يسمى ايه؟ مستحقات لدى الغير. يعني اكونت ايه؟ ريسيفت. يعني الاي ار اللي اداها لي لا خلاص الاي ار دي كانت يوم كام؟ 1 يناير. يعني الاي ار دي هو كان مديها لي يوم 1. دلوقتي انا بعد ما هخلص يوم لحد يوم كام؟ اخر مارش نشا اي ار ايه؟ جديد؟ يعني الاي ار الاولاني مش هحسبها؟ مش هعمل بيها حاجه. مش هي عليا؟ هحصله ايه؟ عارفه بقى مين الاي ار اللي هو كان مديها لك دي؟ هو كان مديها لك يوم كام؟ 1/1. 1/1 صح؟ الاي ار اللي هو كان مديهم لك اهو. اللي هم ايه؟ اللي هم يوم 1/1 كان باقي لك ايه بره؟ كان باقي لك قسط من مين؟ من نوفمبر. وقسطين من مين؟ من ديسمبر. اللي هو كان مديهولك في اول المساله خالص. لا هو انتوا للاسف شكل اللي اداكوا فاينانشال اكاونتنج مسافر. ها هو يعني ايه اي ار؟ هي مستحقات لدى الغير يوم 1/1. يعني انا ليا كام؟ ليا بره. هو انت حسب سياسه الشركه كان ليكي بره ايه؟ قسط من نوفمبر وقسطين من ايه؟ من ديسمبر. هما دول. دول كانوا ظاهرين في البالانس شيت بتاع مين؟ يوم 1/1، انا مش عامل بيهم حاجه. يعني انا قلت لك في بيانات ياما انت مش ايه؟ طب هو انا عندي سؤال، ليه ما حسبناش فيهم اللي هنحصله في يناير؟ يعني ايه اللي هنحصله في يناير؟ اللي هو 5000 جنيه. لان اللي انت هتحصليه في يناير ده مش اي ار، ده هيتكولكت فعلا. هو يعني ايه اي ار؟ اي ار يعني فتره محاسبيه خلصت والفلوس دي لسه عند الغير هحصلها. ايه بقى اللي انا فترتي المحاسبيه النهارده هتخلص فين؟ في مارش. صح ولا غلط؟ ايه بقى اللي هيبقى لسه عند الغير مبدئيا؟ عندي من فبراير فلوس انا حصلت منها مين في فبراير؟ جزء. ومين في مارس؟ طب انا خلصت الفتره المحاسبيه هنا. يبقى القسط الاخير يسمى ايه في المحاسبه؟ مستحقات لدى الغير. ليه؟ اخر مارس وانا بقفل هقول انا ليا لسه بره كام؟ 20% من مبيعات فبراير. This is a financial accounting. خلاص؟ نكمل. ارجع بقى، مين يعمل لي الاخيره؟ الاخيره اللي هو مين؟ مارش. عايزك انت اللي تعمليها لي. قولي لي مبيعات مارش كام؟ 3 مليون. جدوليهم لي كده 30 في مارش. ها و50 في ابريل. ها و20 في ماي. ممكن اسالك سؤال؟ انا بعمل موازنه لمين؟ جان فبراير مارش. يعني انا عايز كل ما سيتم على مدار كام شهر الكوارتر الاولاني. صح؟ تعال 30% فين قلنا؟ في مارش. يعني 900,000 صح؟ اللي اتبقى في ابريل وماي. حلو، اللي اتبقى في ابريل وماي هم ال 50 ومين؟ وال20 هيتسجلوا برضو ايه؟ ايه؟ لان القسط اللي جوه البادجت معايا يا رجاله ولا لا؟ القسط اللي جوه البادجت هو القسط بتاع مين؟ مارس. هبدا انا اقفل حساباتي دلوقتي. يبقى انا الاي ار ليا لسه لي قسطين، واحد في ابريل وواحد فين؟ في ماي. فاهمين انا بتكلم فيه ولا لا؟ هيمسكك في الامتحان. انا بقول لك اهو عشان ما تطلعش من امتحان المانجيريال تقول الامتحان صعب. امتحان الميد تيرم ما كانش صعب بس الناس ذاكرت غلط.
هيعمل ايه معاك بقى؟ لو هو طيب هيجيب لك سياسة التحصيل شهرين. يعني ايه شهرين؟ ما انا قلت لك انا بديلك بمسألة ايه؟ مسألة محمود سليمان، لأن هو هيحط لك في الشابتر ده. فأنا أعمل لك سياسة التحصيل على كام شهر؟ ثلاثة. لو هي على شهرين كانت هتبقى إيه؟ أسهل، لأنك كان مثلا يناير يسمع فين وفين، رد عليا يناير وفبراير. طب فبراير؟ فبراير مارس، مارس مارس إيه؟ إبريل. أنا اديتها لك على كام شهر؟ ثلاثة. مش بصعب عليك، بس هو دي دماغه. خلاص؟ الحاجة بقى اللي أنا عايز أقولها لك، ليه رجعت لنوفمبر وديسمبر؟ أنا ما رجعتش لنوفمبر وديسمبر، أنا رجعت في نوفمبر وديسمبر للي منهم يخص الفترة إيه؟ بتاعتي. يعني هو نوفمبر كان تحصيله إزاي؟ ردوا عليا يا جماعة، ها؟ نوفمبر، ديسمبر، يناير. فأنا رحت عشان قسط مين؟ يناير. صح ولا غلط؟ اللي هو أكيد كان هنا متسجل إنه لسه مستحقات لدى الإيه؟ الغير. ها؟ طب ايه اللي رجعك لديسمبر؟ اصل ديسمبر حصلنا كام؟ 20%. فين؟ ردوا عليا، في ديسمبر. معايا يا ولاد؟ 30% اسف في ديسمبر، و50 فين؟ في يناير، و20 فين؟ في فبراير. يعني جايين جوه البادجت بتاعتي ولا لا؟ وانا عايز اعرف كل الفلوس اللي همسكها. معايا ولا لا؟ طب يناير مشي ازاي؟ جان، فبراير، ها، مارش. طب فبراير مشي ازاي؟ فبراير، مارش، ثانية. طب ابريل هيبقى اسمه مستحقات لدى الايه؟ الغير، لان انا هقفل في اخر ايه؟ مارس. معايا ولا لا؟ هقفل في اخر ايه؟ مارس. طب يلا، مارس هتاخد قسط فين؟ في مارس، وقسط فين؟ ابريل، وقسط فين؟ ماي. قسط مارس اهو اللي هو كام في المية؟ 30. اللي هو كانوا كام يا جماعه؟ 900,000. طب الاستين الباقيين يتسجلوا اكونت ايه؟ ريسيفر، لان انا هقفل شغلي عند اول ايه؟ عند اخر ايه؟ مارش. ها؟ معايا؟ مش سهله، يعني الكلام ده بتاع طالب في ثالثه ورابعه احنا بنديها. طلبه اولى بيتعبوا شويه في الشابتر ده، بس احنا مش مستعجلين، خلاص؟ يلا. هاتولي بقى صفحه ثلاثه. طب واخر سنه ده ما احنا هنقفلها اهو. صفحه كام؟ ثلاثه. جاهزين؟ يلا. جمع بالعرض وقفل بالطول. قول لي بالعرض هنا، هنا كام؟ ها جمع بالعرض 300. ها دول؟ مليون 470. ها مجموع دول كام؟ مليون 800. انتوا معايا؟ مجموع دول كام؟ مليون. مجموع ده كام؟ 900. طيب بالطول بقى، ها قولي لي هتحصلي في يناير ايه؟ بص كلمني محاسب، انت في يناير يا ابني هتلم ايه؟ تقول لي 300 من اقساط مين؟ نوفمبر. مليون و50 من اقساط مين؟ ديسمبر. 540 دفعات مقدمه فين؟ في يناير. يعني الاجمالي كام؟ مليون 800. مليون 800. يلا في فبراير هتلمي ايه؟ 420 من ديسمبر، 900 من يناير، 720 دفعه مقدمه من فبراير. فاهمين ولا لا؟ ها دي كام؟ 2 مليون 460، ودي كام؟ 6 مليون كام؟ 390 اللي هو مجموعه. معايا؟ طبعا بص ده بلس ده بلس ده، شايف الثلاثه دول؟ لازم يطلعوا كام؟ 6 مليون 390، ولو انت جمعت دول يطلعوا كام؟ 6 مليون 390، يعني هو التجميع عرضي زي هو التجميع الايه؟ الطولي، خلاص؟ معايا ولا لا؟ التجميع بالطول هيديك نفس الارقام لو جمعنا بالايه؟ بالعرض، ما هو المفروض انا لما اجمع الكولم ده كله يطلع كام؟ 6 مليون 390، ولو جمعت التوتال ده والتوتال ده والتوتال ده يطلعوا كام؟ 6 مليون 390، صعب الكلام؟ معايا يا شباب؟ اوعى تقلب الصفحه، اقرا تحت انا كاتب ايه. نوت ذا بادجت اندنج بالانس اوف اي ار في مارش كام؟ 31. اكتب عليها المستحقات لدى الغير.
مين يقول لي لو انا هقفل في مارس؟ هو التكييف ساقع شويه ولا ايه؟ ماشي. ها لو انا هقفل في مارس يا اولاد، يا اولاد لو انا هقفل فين؟ في مارس. هيبقى ليا بره ايه؟ 20% من بتوع مين؟ فبراير. فاكرهم ولا لا؟ اللي هم 20% في كام يا جماعه؟ ها 2,400,000. وايه تاني؟ مين يقول لي مين ال 70% من مارس دول؟ يمثلوا ايه؟ ال 50 وال 20. الله ينور. شايف؟ يبقى انا بقى ليا بره كام؟ ها 480 و 2,100,000. في الامتحان هيسالك الاي ار بالانس كام؟ ها 2,000,000 كام؟ 580. جه منين يا جماعه؟ ها 2,100,000 وكام؟ و 480. تاني 480 و 2,100,000 يبقى كلهم 2,000,000 كام؟ 580. استنى لسه انا عايزك تتعب في الشابتر ده جدا. لان الشابتر ده امتحان الفاينل كام درجه؟ 60. الشابتر ده 40 درجه. خلاص؟ من 35 ل 40 درجه، فانا عايزك تشقى فيه شقه قاتل. اتفقنا؟ قبل ما اقلب الصفحه، شايف اخر سطر في البادجت؟ في جدول التحصيل، انا مطلع منه سهم كاتب ايه؟ 2 كاش بادجت. عايزك تفتح لي اخر صفحه في الملزمه. انا ما بحلش بس عايزك تلقي نظرة بس. شايف الجدول الاخير ده عنوانه مكتوب ايه؟ كاش بادجي. شايف اول بالانس مكتوب بيجينين كاش بالانس صح؟ تاني سطر مكتوب ايه؟ كاش كوليكشن فروم ايه؟ سيلز بادجي. متخيل الرقم اللي هي مين؟ ها؟ اللي هما جدول الايه؟ تحصيل اللي انا لسه جايبه. اللي هما كان في يناير؟ 1,890,000. كان في فبراير؟ 2,040,000. كام في مارس؟ 2,460,000. كام الكوارتر كله؟ ها 6,390,000. فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ ان جدول التحصيل رمى التحصيلات في جدول اسمه الكاش ايه؟ بادج. حد معترض؟ جدول التحصيل جزء بعد كده في الحصه الاخيره من الشابتر في الكاش ايه؟ بادج. صعب الكلام؟ حد عطلان في حاجه؟ انا اديتك من الاصعب. طب لما اجي احل مساله سياسه التحصيل 70-30 هتبقى اسهل ولا مش اسهل؟ اسهل. انما انا لما ادربك في الحصص كلها على انها كام شهر؟ شهرين. بتخش اللجنه انا عارف اصلا دكتور سليمان في ثالثه ورابعه. جاي دب مديك المساله كام شهر؟ 3 شهور. مش هتعرف تعملها. فانت لازم تاخد الشرح على دماغه اللي هي اعلى ايه؟ كونسبت. بعد كده ننزل براحتنا. اتفقنا؟ يلا ارجعوا بقى للصفحه اللي كنا فيها. هندخل في صفحة كام؟ 4. امسك نفسك ها؟ ماشي. همسح انا هنا معلش. خدنا شوية مجهود هنا ها؟ يلا. اللي وراه؟ اقرا مكتوب ايه؟ برودكشن ايه؟ بادجت. امال بتقول لك في نوفالدول نوفالدول اوكي واحدة. يلا. معايا يا حبايبي؟ سمي الله كده بالله عليكم وركزوا. هديكوا ايه دلوقتي؟ انا عايزك تجمدوا النهارده لحد ما نكمل الثلاث جداول دول. ممكن؟ ماشي يلا. اللي جاي اسمها ايه؟ برودكشن مارش. انا بقى هسالك سؤال. قول لي انت هتنتج كام يونت؟ بلاش هنتج، انت عايز تبيع. عايز ايه؟ تبيع. كام يونت في يناير؟ السؤال ده مسأله ده سؤال سهل قوي. اليونت سولد او قدامك اهو كان في الجيف. عايز تبيع كام؟ 30. طب بصوا كده، يعني انا كنت عايز ابيع في يناير كام وحدة؟ 30. طب ممكن تكملوا معايا وفي فبراير كام؟ 40. وفي مارس؟ 50. يعني مجموعهم كانوا كام؟ 120. معلش ارجع كده لصفحة الجيفن تاني بتاع المسألة. ما هي البادجت كده دوخة هتفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. خلاص؟ ها.
هيبقى مسألة واحدة كبيرة وبنقعد. لا 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 طبعا. مسألة المسائل بتيجي يعني يجيب لك مسألة آخرك لحد مين؟ الماتيريال. بعد كده يجيب لك مسألة على المرحلة الثانية أو يجيب لك مسألة أو يجيب لك على كل بادجت إيه؟ لوحدها. بس أنت لازم الأول تفهميها كلها إيه؟ حتة واحدة. في الامتحان؟ لا في الامتحان مش هتعملي كل البادجت، كل البادجت دول 10 جداول. معايا؟ يلا. استنيش على الامتحان دلوقتي. استأذنكم بس ايه؟ في صفحة 2. بصوا لي كده انت كنت متوقع تبيع كام وحدة في يناير؟ 30 50. لا اتكلموا. 30 وفي فبراير وفي مارس. حلوة. كان في حاجة غريبة جدا. ان هو كان مديني كمان ابريل وايه؟ مي. طب انا؟ لا انا عرفت سبب ان هو اداني نوفمبر وايه؟ ديسمبر. ليه اداك القديم؟ عشان القديم سمع في جدول الايه؟ تحصيل. طب انت ليه مديني لقدام؟ يعني ليه مديني ابريل ومديني مين؟ رد عليا مي. مع ان انا البادجت بتاعتي تعتبر يناير وفبراير وايه؟ مارس. مفيش رقم في البادجت في المبيعات الا وليه لازمه في حاجه. بس ملوني كده، انت في ابريل هتبيع كام وحده؟ 45. وفي ماي كام؟ 35. كام؟ 35. 35. شايف الرقمين دول اللي هم ال 45 و 35؟ اعمل عليهم دايره كده وطلع منهم سهم واكتب هحتاجهم في البرودكشن بادجت. ايه؟ هعمل ايه؟ خلي بالك عشان احنا هنروح ونيجي كتير قوي دلوقتي للصفحه دي بتاعت الجيفن، هحتاجهم فين؟ في البرودكشن بادجت. ارجع بقى روح بقى طول قدام هات البرودكشن بادجت وركز لي. بصوا ايدي كده. سؤال صريح. انت عايزه تبيعي كام وحده في يناير؟ 30. هل بالضروره يا سنه اولى ان انا عشان ابيع 30,000 وحده في شهر هل انتج 30,000؟ مش شرط. افرض ان انا عندي في المخزن 5. ايه؟ عندي في المخزن كام؟ 5. انا عايز ابيع كام؟ شكرا. ها انا عايز اسمع منكم، انا عايز ابيع كام؟ اتكلم معايا، عايز ابيع كام؟ 30. مش لازم انتج 30، ممكن يكون عندي في المخزن كام؟ 5. يبقى انا ساعتها انتج كام؟ 25. افهم. ركزوا لي هنا دقيقة واحدة في المعادلة اللي هعملها، خلاص؟ beginning finished goods unit. عارف يعني ايه؟ يعني ايه beginning finished goods unit او beginning finished goods inventory units؟ ما تسرحيش. يعني المخزون اللي بايت عندي منين؟ من السنه اللي فاتت. ركز. بلس البرودكشن يونتس. معايا ولا لا؟ ما تنامش. بيجيننج ده اللي عندي منين؟ من السنه اللي فاتت. بلس ايه انطقوا؟ برودكشن. يعني ايه برودكشن؟ بلس اللي انا ايه؟ حصلناها. ركز. افرض انا عندي في المخزن 5,000. عندي كام؟ 5. وصنعت 20. يبقى انا كان معايا 5 وصنعت كام؟ يبقى كده كل الافيلابل فور سيل، كل المتاح معايا كام؟ 25. حد عطلان؟ تعال. اطرح الاندنج اللي متبقي. تعرف يعني ايه اندنج؟ اندنج فينش ذا جودز انفنتوري، يعني ايه اندنج؟ تعالى نفترض ان انا بتكلم على سنه. انا بادئ السنه عندي في المخزن كام قطعه؟ 5,000 وانتجت كام؟ 20، فبقى كل المتاح معايا كام؟ 25. جيت اخر السنه لقيت متبقي في المخزن 3. أنا كان معايا كام؟ 25، لقيت متبقي كام؟
ثلاثة ردوا عليا. يبقى أنا بعت كام؟ 22 مش محتاج أنا بها. صح ولا غلط؟ تاني معلش. Beginning inventory بلس برودكشن دول اسمهم الافيلابل فور سيل المتاحين للبيع. اطرح الاندنج انفنتوري اللي لم ايه يباع يديك اللي ايه اللي سولد اللي اتباع تاني. ده بلس ده كل الشغل. اطرح اللي ايه ما اتباعش رده يديك مين؟ رد عليا اللي اتباع. حد معترض؟ بص ايدي بقى. عايز دي ما هي البادجت ما تناموش انتوا بتفصلوا. هي البادجت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ برودكشن بادجت. انت عايز مين؟ عايز تعرف انتج ايه؟ كام واحد؟ هنعكس المعادله ازاي؟ انت عايز تجيب مين؟ البرودكشن ايه؟ يونتس. حد معترض؟ ودي دول بعكس الاشاره لان انت عايز مين لوحدها. ركزوا يا جماعه، عايز مين؟ برودكشن. قول لي بقى هيبقى اليونت ايه؟ سول. حد معترض؟ بلس الاندنج فينيش دي جودز انفنتوري ماينس مين؟ بيجيننج. تاني بالراحه. اصل المعادلة في المحاسبة ايه؟ البضاعة اللي عندي ما تتنحوش زائد اللي انا ايه؟ هصنعها. دي اسمها كل الافيلابل فور سيل. تطرح اللي لم يباع، تطرح مين؟ اللي لم يباع. اللي لم يباع اسمه ايه؟ ما تتنحوش اسمه ايه؟ اندنج فينش جودز. يديك مين؟ رد عليا اللي اتباع. احنا بقى لسه بنتوقع هننتج ايه؟ إذا أنا مش عايز أحسب اللي اتباع زي محاسبة الترم أول، أنا عايز أحسب الإيه؟ اللي هنتجه كام؟ طب شقلب المعادلة. نطلع الإنفنتوري بره بعكس الإيه؟ الإشارة. هيبقى البرودكشن إيكوال مين اتكلمه؟ سو ها بلس مين؟ إند رد ماينس مين؟ بيجن. أنت بقى هتعمل إيه؟ البادجت التاني اسمها برودكشن إيه؟ بادجت. بصوا ايدي. هنبدا بمين؟ سول. هنجمع عليها الاندنج ايه؟ انفنتوري. اهو ردوا بقى سولد بلس مين؟ اند. وبعد كده نطرح مين؟ ها؟ نطرح مين؟ بيجن. هنوصل لمين؟ لا انا عايز حد يقول لي هوصل لمين؟ برودكشن. معايا ولا لا؟ خطير الشابتر ده ولسه تاني. يبقى انا هبدا باليونت ايه؟ سولد اللي هي اصلا مالها جيفن. هجمع عليها مين؟ اندنج انفنتوري. هجيب رقم اسمه توتال نيدز. هتعرف دلوقتي انا هعمل بيه ايه؟ اسمه ايه؟ رد عليا توتال نيدز. يلا يبقى سولد بلس ايه؟ اند ماينس ايه؟ بيجين. انا عايز اجيب مين؟ بروديوس. انا عايز اعرف هنتج كام ايه؟ وحده. حد عطلان؟ اقرا بقى عشان في حته مهمه قوي. اقرا الجيفن. احنا في صفحه كام يا جماعه؟ اربعه. بعد ما توقعنا المبيعات نشوف عندنا مخزون قد ايه ومحتاجين ايه؟ نصنع قد ايه علشان نلبي المبيعات من خلال موازنه اسمها موازنه الايه؟ الانتاج. The company's policy. بص بقى اللي جاي ده additional information. اقروا. سياسه الشركه is to maintain. اكتب فوق maintain. تبقي من تاني يعني ايه؟ تبقي. تبقي يعني ايه؟ يعني اكتب جنبها اندنج.
الشركه انه يعمل ايه؟ يبقى يكمل ها فينش ذا جودز انفنتوري قد ايه؟ 40% اوف ذا نيكست مانث بادجت يونت اوف ايه؟ سيلز. قول لي يعني ايه؟ يعني الشركة دي بتحب دايما تخزن اندنج انفنتوري في نهاية الشهر قد 40% من مبيعات الشهر اللي ايه؟ اللي بعده. لا معلش تعالى نفهم اكتر عشان بدأت تفصله. بص لي كده هنا شوية. تعالى ده شهر كام؟ لا ما تقعدوليش متنحين، تتكلم معايا، ده شهر مين؟ يناير. انت عايز تبيع كام؟ 30,000 صح؟ قال لك احنا مش عايزين نبيع 30 بس، ده احنا بنحب نبقي في المخزن اخر الشهر، ما بنحبش نسيب الشهر فاضي زيرو. بنحب ان الشهر يبقى فيه اندنج انفنتوري، يكون فيه ايه؟ اندنج انفنتوري. قد 40% من مبيعات الشهر اللي ايه؟ بعده. قول لي يعني ايه؟ تعالى ده شهر مين؟ يناير. انا عايز ابيع كام؟ 30. وعايز ابقى انهي الشهر غير ال 30 معايا في مخزني ما يؤمن شغل الشهر اللي ايه؟ اللي جاي. هو انت الشهر اللي وراه هتبيعي كام؟ 40. 40% من 40,000 يونت يعني كام؟ 16. انت عارف ده معناه ايه؟ معايا ولا لا؟ معناه ان احتياجات شهر يناير احتياج توتال ايه؟ نيدز. انت عايزه تبيعي كام؟ 30. وغير اللي تبيعيه تنهي الشهر وسايبه في المخزن كام؟ 16. يبقى احتياجات الشهر ده كام؟ 46. معايا ولا لا؟ ركز. واضح ان الشركه ليها سياسه انها ما بتحبش المخزن يبقى ايه؟ مجنط. بتحب تامن جزء من مبيعات الشهر اللي ايه؟ اللي بعده. فمين اقول ولا لا؟ طب يلا اللي ما فهمش تعالى ها ده شهر ايه؟ عايز اقتلك. أنا بس هي الأرقام كتير وخاوتة أوي إيه يا ولد؟ يلا ها شهر إيه؟ رد عليا. فبراير. كلمني بقى أنت عايز تبيع كام؟ والنبي روح عايز تبيع كام؟ 40. زاد تسيب في نهاية الشهر 40% من اللي هتبيعه فين؟ في مارس. يلا ها أنت هتبيع في مارس كام؟ 40% من 50 يعني 20. معنى كده ان متطلبات فبراير كام وحده؟ 60. 40 ابيعهم و20 ايه؟ اخزنهم. ركز عشان هقول لك على مفاجاه مهمه جدا. خلاص؟ يلا. ده شهر كام؟ مارس. هقول لك على غلطه ضيعت اجيال. انا عايز ابيع كام؟ 50 صح؟ وباقي كام في المية؟ برافو عليك، خلي بالك بقى. انت عايز تبقى 40% من مين؟ ابريل. يعني انت بنهاية مارس عايز تسيب في المخزن 40% من اللي هتبيعه فين؟ في ابريل. عرفت ليه هو مديك ابريل؟ عشان يساعدك في مخزون مين؟ مارس. قوليلي 40% في كام؟ 45,000. طالعين عندكم كام؟ 18. يعني المتطلبات هنا كام؟ 68. معايا ولا لا؟ في الامتحان الطالب مع السرعه يسحب 40% من مين؟ من ال 120 يروح في داهيه. عرفت ليه هو بيديك مين؟ رد عليا ايه؟ عشان يديك مين؟ مارش. فيجي طالب يسالك يقول يا دكتور طب خلاص ما حلوه كده انت جبت بتاع مين؟ مارش. ليه كمان ضايف مين؟ مي. اعمل اللي بقول لك عليه.
40% من مي. 40% من مين؟ مي. المفروض يتبقوا فين؟ في ابريل، يعني 14,000. فيجي طالب يقول لي دكتور مي ملهاش لازمه، انت كفايه علينا مين؟ ردوا كفايه علينا مين؟ ابريل، عشان ابريل يديني الرقم اللي انا عايزه فين؟ في مارش. ليه؟ انا ضفت كام شهر رد عليا؟ 2. ايه اللي خلاك تضيف مين؟ مي. شايف مي ده؟ اكتب جنبه. هحتاجه في الدايركت ماتيريال بادجت. هو مش موجود ما انا عايزك تزوده. ليه؟ بص كده اسمعني. شايف ال 18 وال 14؟ انت معايا ولا لا؟ شايف ال 14,000 اللي عند مين يا جماعه؟ ايه؟ دي جت منين؟ جت منين؟ من مي. فانا عايزك زود كده مي ونزل 40% منها اللي هم ال 14,000، اكنك بتعمل عمود لمي، خلاص؟ تسعة وخمسين ألف. برضو انت مش فاهم قصدي. انا قصدي ايه يا ولاد عشان خاطري والنبي ركزوا. انا قصدي ايه دكتور؟ ما هو ابريل رمم لنا اللي احنا عايزينه فين؟ في مارش. ايه اللي خلاك تجيب مية عشان تكمل مين؟ ابريل. لان انا في البادجت اللي جاية هحتاج ان ابريل يبقى كامل. هحتاج ان ابريل يبقى ايه؟ كامل. ما انا لسه في اللي وراها اسمها ايه؟ دايركت ماتيريال. الدايركت ماتيريال دي عشان احلها هيطلب مني بيانات ابقى انا جايبها من البرودكشن بتاع مين؟ ابريل. فانا عمري ما هعرف احل الماتيريال الا لما ابقى مقفل ابريل فين؟ في البرودكشن. وعشان اقفل ابريل في البرودكشن لحد هنا عشان اقفله لازم استعين بمين؟ بمين. فدايما احنا نقول للطلبه في البادجت ايه؟ بص يا ابني لما تيجي تعمل بادجت اسمها الايه؟ برودكشن. روح شهرين قدام. روح ايه؟ واحد منهم هيساعدك فين؟ رد عليا في البرودكشن. والتاني اللي هو مين يا جماعه؟ ها؟ مين. هتحس ان انت ما عملتش بيه حاجه في البرودكشن. لكن هو مين؟ كمل انفنتوري مين نتكلمه؟ ابريل. واضح ان ابريل ده هحتاجه تاني، واضح ان ابريل ايه؟ هحتاجه، وانا رايح في البادجتس اللي انذر اللي جاي. زي مين؟ ردوا عليا الدي ام. لسه بدري. قولوا لي انا كده معايا اليونت ايه؟ سول. جمعت مين؟ الاندنج ده تبقى لسياسه مين؟ الشركه. هي قالت لك بتحب تسايف 40% من الشهر اللي ايه؟ اللي بعد. في مشكله؟ تعالى بقى اتكلم معايا. انا عايز ابيع كام في يناير؟ 30. وامن المخزن بكام؟ يبقى اجمالي احتياجاتي كام؟ 46. فيها مشكله؟ اطرح البيجيننج اللي عندك. وانا عايز ابيع 30 وامن بكام؟ 16. يبقى اجمالي ردوا عليا اجمالي متطلباتي كام؟ 46. تعالى بقى نشوف المخزن فيه كام. تعالى نشوف المخزن ايه؟ فيه كام؟ يعني ايه فيه كام؟ يعني فيه كام ايه؟ بيجيننج. يعني فيه كام من ديسمبر؟ في كام من ديسمبر؟ اللي هم يعتبروا بيجيننج فين؟ في يناير. معايا ولا لا؟ طب دي هتلاقيها فين؟ لو جدع اقول. ارجع لاول المساله. عامل 30 بالانس باين. ارجع للبالانس شيت اللي كان. لا اهدى الشابتر ده اتك على الصبر عشان ما يبص ما ينفخكش. ارجع لاول الجيفن خالص. فاكر البالانس شيت اللي كان مديهولك يوم كام؟ 1/1. اللي كان بيدولك يوم كام؟ 1/1. قول لي كده كان عندك فينيشد جودز انفنتوري كام قطعه؟ 12. عارف دول مين؟ اهو دول مين؟ رد عليا. البيجيننج ايه؟ انفنتوري في يوم ايه؟ 1 يناير. انت عارف هو عايز يقول لك ايه؟ ان انا عايز ابيع كام؟
خلي بالك الارقام دي كلها انت اللي بترسمها، انت بتتوقع عايز تبيع كام؟ 30 وتخزن كام؟ 16. معايا ورا ولا لا؟ يعني اجمالي متطلباتي كام؟ 46. طب المخزن اصلا بقى المخزن فيه كام؟ 12. طب انا جبت الكلام ده منين؟ يا ابني المعادله اهو، انت عايز تجيب مين؟ برودكشن سولد. يلا كلموني بلس مين؟ ان ماينس ايه؟ بيجين. يلا حبيبي رد عليا، انا عايز كام؟ عندي منهم كام؟ يبقى انا هنتج كام؟ 34. صح ولا غلط؟ قول لي بقى 30 بلس 16 46، عندي منهم كام؟ 12. يبقى انا هعمل برودكشن لكام؟ 34. حد معترض؟ ركز عشان هقول لك على حته ضيعت اجيال برضه، بس خلينا نكمل. قولوا لي مخزون بيجيننج فبراير اجيبه منين؟ اندنج يناير. ما هو الكلام ده بقى المفروض تبقى انت عارفه من المحاسبه الماليه. تاني بيجيننج، بص بدايه المده بتاع يناير انا جبته من البالانس شيت. طب بدايه مخزون بدايه المده بتاع فبراير، مش هم قالوا لكم ده؟ يا جماعه ركزوا، مش هو بيجيننج فبراير هو اندنج مين؟ يناير. يعني اندنج يناير يبقى بيجيننج ايه؟ فبراير. طب اندنج فبراير يبقى بيجيننج ايه؟ طب اندنج مارش يبقى بيجيننج ايه؟ ابريل. معايا ولا لا؟ هل دي فيها صعوبة؟ مخزون نهاية الشهر هو ابتدى الشهر الايه؟ اللي بعده. يلا نقفل. قولي عايزة تبيعي كام؟ وتأمني بكام؟ يبقى كل متطلباتي بكام؟ عندك منهم من الشهر اللي قبله كام؟ يبقى تنتجي 44. معايا ولا لا؟ طب الشهر اللي بعده عايزة تبيعي كام؟ وتأمني بكام؟ يبقى اجمالي احتياجاتك كام؟ عندك منهم 20. يبقى محتاجة تنتجي كام؟ معايا ولا لا؟ معايا؟ ها؟ مش ملاحظ حاجة؟ أنا مصاحب مين معايا برضو؟ إيه؟ يا عم ليه؟ افهم هحتاجه قدام. يلا عايز ابيع كام؟ وأأمن بكام؟ يبقى كل احتياجاتي كام؟ عندي منهم كام؟ يبقى هنتج كام؟ 41. ايه اللي انا عملته؟ دي اسمها البرودكشن ايه؟ بادج. اسمها الايه؟ لسه فيها مفاجآت. تعال مركز، هو ده رصيد ايه؟ ده بداية المدة ولا نهاية المدة؟ الاندنج انفنتوري. اندنج اسمه ايه؟ اخر المدة صح؟ وليه؟ يناير المفروض ابقي الشهر معايا كام؟ 16. بصوا لو ما اشتركتوش معايا هسيب الحصة وامشي. البادجت دي مش بتاعت كده. عايز ابقي كام؟ 16. عشان ابدا بيهم فين؟ فبراير. طيب فبراير بعد ما اشتغل عايز ابقي كام؟ 20. عشان ابدا فيهم فين؟ في مارس. طب بعد ما اشتغل في مارس عايز ابقي كام؟ 18. عشان ابدا بيهم فين؟ في ابريل. حد معترض؟ ده معناه ان الكوارتر، مين هو الكوارتر؟ ربع السنه اللي هو يناير وفبراير واخره شهر ايه؟ مارس. تعرف تقول لي المخزن في نهايه مارس في نهاية الكوارتر؟ 18. برافو 18، وحط عليها دايرة. قول لي ليه بقى؟ أنا كاتب لك أهو، أوعى تجمع، خد آخر إيه؟ شهر. قول لي إزاي؟ مخزني شهر يناير خلص وفيه كام؟ 16. بعد كده شهر فبراير خلص وفيه كام؟ هل ده معناه ان المخزن فيه 16 و20؟ لا، ال 16 دخلوا التشغيل
وبعدين نهينا فبراير معانا كام؟ 20. طيب اشتغلنا دخلنا فين؟ في مارس. نهينا بكام يا جماعه؟ 18. هل كده ده معناه ان المخزن في 16 و20 و18؟ لا، المخزن اخر مارس يعني اخر الكوارتر انتهى بشهر مارس، وهو في كام قطعه؟ 18. يبقى الكوارتر انتهى وباخر شهر اللي هم كام؟ 18. ما ينفعش ان انا اجمع ده بلس ده بلس ده هنا. ليه؟ لان المخزن هل نهايه مارس مع نهايه فبراير مع نهايه ابريل كلهم عندي؟ لا، ده كل شهر بيسلم مين؟ التاني. طب يلا ده بلس ده ردوا عليا طالعين كام؟ 138. حد معترض؟ ركز في اللي جايه. نفس الكونسبت ده عمود الكوارتر صح؟ انا هنا بقى بتكلم على رصيد اخر الكوارتر ولا بيجيننج؟ مين يقول لي اكتب هنا كام؟ 12. اللي هم مين؟ اول شهر. ازاي؟ هو ربع السنه فيه كام شهر؟ اللي هم ايه وايه وايه؟ يناير فبراير مارس. انا بقى بسالك هذا الربع بدا والمخزن فيه كام؟ 12. اللي هم بتوع اول ايه؟ شهر. طب انتهى الربع وهو فيه كام؟ 18. اللي هم بتوع اخر ايه؟ شهر. مفيش حاجه اسمها ان هو بدا وفي كل دول ولا انتهى وفي كل دول. المخزون تراكمي وليس تجميعي. المخزون ماله؟ تراكمي. يعني انت بتقول لي بدايه الكوارتر كان ب 12000 ونهايته كانت بكام؟ 18. ده ماينس ده صح؟ طالع كام الرقم ده؟ 16. شايف كده؟ لك اوعى تجمع، خد اخر ايه؟ شهر. اوعى تطرح، خد اول ايه؟ شهر. حتى عطلان؟ ركزوا عشان مجهود قاتل في منك انت معايا. قول لي بقى ايه البادجت الثانيه؟ حتى كام ايه؟ واحد. يلا هبدا باليونت ايه؟ اجمع مين؟ إيه؟ لازم المساله تديني السياسه بتاعت الاندنج. لازم يكون نسبه من المبيعات شهر الايه؟ اللي بعد. اجمعهم على بعض اجيب توتال ايه؟ نيدز. اطرح مين؟ البيجيننج. ايه سياسه البيجيننج؟ ما هو كل اند الشهر هو بيجيننج الايه؟ اللي بعد. اعرف انا عايز انتج ايه؟ كام؟ قول لي رصيد بدايه الكوارتر هل المجموع ولا اول شهر؟ طب رصيد نهايه الكوارتر هل المجموع ولا اخر شهر؟ طب انا قررت ان انا اروح كام شهر لقدام؟ 2. مي جاب لي مين؟ ابريل. وابريل جاب لي مين؟ مارش. طب انت ليه مصر تاخد مي؟ اصل انا ابريل ده كله محتاجه. فلو ما كنت بس مش محتاجه دلوقتي، محتاجه الجداول الجاي. فلو عشان انا اجيبه كان لازم ادخل مين معايا؟ مي. صعب الكلام؟ اللي هقوله دلوقتي هيحصل في اللجنه. هيحصل فين؟ وهتلاقي نص اللجنه بتعيط. يا اما بتقول لك هاتوا الدكتور. خلاص؟ انت هتدخل الامتحان مش هتلاقي ده. حد فاكر ده جبناه منين؟ دكتور شامبير يوم ديسمبر. برافو عليك. ثواني بس، ده هتدخل امتحان بيجيننج يناير، احنا طلعناه من البالانس شيت صح؟ هتدخل لجنه مش هتلاقيه. فكر اجيبه ازاي؟ انا اقول لك، بص ايماجن ان هنا في ديسمبر. معلش هو الشابتر ده تقيل على سنه اولى بس هو في اوله بس بعد كده هيمشي معاك. تخيل ان في ايه؟ ديسمبر. قول لي هات لي اندنج ديسمبر يتجاب ازاي؟ 40% من مين؟ ردوا عليا. 40% من مين؟ من يناير. 40% من يناير يعني كام؟ 12. حد معترض؟ طب ما هو اندنج ديسمبر هو بيجيننج ايه؟ فاهم اللي انا عملته ولا لا؟ تاني اللهم بلغت، انا هخش اللجنه مش هلاقي ده. يعني مش هلاقي اول شهر اكر الباقي.
هعمل ايه؟ هتخيل ان في ديسمبر وهقول طب هو لو في ديسمبر اندنج ديسمبر هيبقى 40% من مين؟ يناير. طب ما هو اندنج ديسمبر ينزل بيجيننج فين؟ في يناير. في بقى دكاتره تقول لك ايه، بص يا ابني لو ما لقيتش ده اضرب السيلز في النسبه. يعني اضرب السيلز في النسبه؟ ما هو انت لو ضربت دي اللي هي 30,000 في كام؟ في 40%، هي اكنها اندنج مين؟ ديسمبر. واندنج ديسمبر هو بيجيننج مين؟ يناير. فمين انا بقول ولا لا؟ تاني ده لو انا ضربته في 40% يبقى انا كده اكني جبت ده اللي هو مبيعات مين؟ يناير. كده اكن انا جبت اندنج ايه؟ ديسمبر، صح؟ واندنج ديسمبر هو بيجيننج مين؟ يناير. فانا اقدر انزله هنا، يعني هو اكنه ضرب ده في كام يا جماعه؟ رد عليا في 40%. انا عايزك دايما تلعب على ان ده مش هيبقى موجود معايا ولا لا؟ دايما تلعب على ال 12,000 دي مش تبقى ايه؟ جيفن. حد اطلق؟ مفيش حاجه تاني ممكن يعملها معاك في البادجت دي. خلي بالك من الرقمين اللي بالاحمر، خلي بالك ان ده مش هيبقى ايه؟ جيفن. خلاص؟ صعبه؟ ما تقولش لا لا صعبه. خلاص؟ صعبه. يلا. تعالى لي بقى. ايه اللي بالصف؟ معلش امسك نفسك ايه كمان تلت ساعة ليه؟ لأن احنا لو بص لو وقفنا أنا في جروبات يعني في دفعات كنت أقف هنا عند مين؟ رد عليا برودكشن. بس كنا نيجي لما نيجي نبدأ الماتيريال نتعب نضطر نرجع لمين؟ للبرودكشن. فأنا أرجوك امسك نفسك نضرب دي. خلاص؟ يلا. هبدأ في مين أنا دلوقتي؟ في الدي إم. أنا بقى مش عايز منك غير حاجة واحدة. هو أنا قررت بص كده وحسبت ان انا هنتج هعمل برودكشن كلموني لكام وحده في يناير؟ 30 ها وفي فبراير؟ وفي مارس؟ وفي الكوارتر؟ وفي ابريل؟ ايه ده؟ يعني انا عشان اعمل بتاعت الماتيريال كنت محتاج البرودكشن بتاع مين؟ ابريل. طب وانا عشان اجيب برودكشن ابريل كنت محتاج احط مين؟ مي. معايا لا؟ مي ما فادنيش في البرودكشن بس فاد مين؟ ابريل. ما انا عايز ابريل الانتاج بتاعه فين؟ هنا. خلاص؟ بص على الجدول كده بتاع البادجت واللي هي بتاع الماتيريال بادجت وامشي وراه. تعال نفترض ان كل وحده كل ترابيزه عايزه 3 كيلو خشب. تاني كل ترابيزه عايزه ايه؟ اسمع منكم كام كيلو خشب؟ قولي. يبقى دي ام نيدد. يعني ايه دي ام نيدد؟ اتكلم يعني الدايركت ماتيريال اللي انت محتاجه عشان تصنع قد ايه؟ ها هنا كام؟ 102,000 كيلو، صح؟ طب وهنا؟ 130 كام؟ 130 ها طب وهنا؟ 44 ها طب وهنا؟ 375 طب وهنا؟ 123 كام؟ 123. مين يقول لي انا اول خطوه عملت ايه؟ حولت المنتج الى ماتيريال. يعني حولت الترابيزات كل واحد عايز كام متر ايه؟ خشب. يبقى انا كده حولتها لايه؟ ماتيريال. انت بقى اللي هتشتغل معايا. بص الكلام. شفت المعادله اللي احنا كنا عاملينها هنا؟ بص بقى. دي ام شايف؟ بص انا معلش برضه عايزك تفهم اكتر. تعالى لي بيجيننج انفنتوري دايركت ماتيريال بلس دايركت ماتيريال بيرشيزز ماينس اندنج انفنتوري دايركت ماتيريال
يديك دايركت ماتيريال يوز. نتامل المعادله دي قوي. لو انا عندي في مخازني 10000 كيلو خشب، عندي كام؟ 10000. دي اسمها ايه؟ بيجن. واشتريت من المورد 20000 كيلو، يبقى انا كان عندي 10 واشتريت كام؟ 20. يبقى كل الافيلابل للتصنيع كام؟ 30. لو اتبقى في المخزن 5، يعني انا كان عندي 10 واشتريت كام؟ 20. بقوا كلهم كام؟ كلهم كام؟ اتبقى في المخزن كام؟ 5. يبقى انت استخدمتي كام؟ خدت فاهم اللي انا بقوله؟ ركز بقى. انا عاوز دي، يعني ايه عايز دي؟ اسالك سؤال، انت عايزه تنتجي كام ترابيزه؟ 34. كل واحده عايزه كام كيلو؟ 3. يعني انت محتاجه كام كيلو خشب؟ 102. هل عشان انت محتاجه 102 لازم تشتري 102؟ مش شرط. ورد يكون عندي فين؟ في المخزن. فهي البادجت دي اللي عنوانها دايركت ماتيريال، ايه؟ ردوا عليا، بيرشيز. هدفها ايه؟ هنشتري قد ايه؟ معايا رجاله ولا لا؟ هدفها ايه؟ هدفها ايه؟ هنشتري. هات لي بقى البيرشيزز لوحدها، هنودي دول هناك، هيبقى دي ام ايه؟ يوزد بلس الاندنج انفنتوري، ردوا ماينس ايه؟ بيجن. انتوا معايا ولا لا؟ زي اللي عملناه هنا، بس اللي هنا عملناه للفينشد ايه؟ جودز. هنا بنعمله لمين؟ للماتيريال. ركز بقى معايا، تعالى شايف دي ام نيد دي؟ اكتب جنبها يوز اللي انا محتاج استخدمه. معايا ولا لا؟ اعمل ايه بقى؟ هجمع الاندنج انفنتوري دي ام، هجيب حاجه اسمها توتال نيدز. بعد كده هطرح البيجيننج. حد فاهم؟ بص انا قلت عايز ايه؟ هاخد مين؟ يوز. هجمع مين؟ اند. واطرح مين؟ يديني اللي انا ايه؟ عايز اشتريه. يبقى اللي انا هستخدمه زائد اللي هبقيه في المخزن، ده اسمه اكمال الايه؟ الاحتياجات. اطرح اللي ايه؟ اللي عندي. طب انا لو طرحت اللي عندي، ردوا، هجيب الايه؟ بيرشيز. هجيب اللي انا ايه؟ هشتريه. بص ايدي بقى، اللي انت هتشتريه ده كميه، لو ضربتها في سعر الكيلو هتجيب الدي ام بيرشيز كوست. تاني بالراحه، ركزوا عشان خاطري. تاني انا هبدا بمين؟ يلا ولاد، ها، بالبرودكشن. جايبهم منين؟ جايبهم منين؟ بالبادجت اللي ايه؟ اللي قبلها، اللي هي هنتج كام ايه؟ واحد. حد عطلان؟ اهو. ابدا اقرا بقى الجيفن، اقرا كده الاديشنال انفورميشن. Each unit of product require كام كيلو ماتيريال؟ ردوا عليا؟ 3. يبقى نيد الكيلو جرام نيدد كام؟ 3. 3 3 3 طبعا هنا مش حجم لانها غير ايه؟ يونت. خلاص؟ اضرب الانتاج في عدد الكيلوات، كده انت جبت الدي ام نيدز او اليوزد. فيها مشكله؟ كمل. ذا كوست برايس، سعر شراء كيلو كام؟ بصوا ايدي، لما هكلم المورد اشتري كيلو الخشب بكام؟ 8 جنيه. يبقى ده سعر شراء الايه؟ الكيلو. كام؟ ذا كمباني بوليسي، الشركه بتحب تبقي 200، اكتب على 200 ان. الشركه بتحب تبقي دايركت ماتيريال كام؟ لا انا عايز اسمع منه 20.
في المية of next month production needs. مين يعملها لي؟ مين يعملها لي؟ ثواني بس. ايوه شهر ايه؟ يناير. انت محتاج عشان تنتج كم كيلو؟ 102. والباقي 20% من متطلبات ايه؟ فبراير. 20% في 132 طريق عندكم كام؟ 26400 كيلو. ها؟ طيب فبراير لازم تبقي 20% من مين؟ مارس اللي هم كام؟ 28800. انتوا معايا؟ ركز في المفاجأة بقى. مين يساعدني؟ مارس لازم تبقي 20% من مين؟ من التوتال ولا من ابريل؟ اللي هم كام؟ كام؟ 24600. مين شاطر يقول لي؟ ابريل. اقول له شكرا مش عايز منك حاجه تاني. هو ساعدني بايه؟ مي هو اللي جاب لي برودكشن مين؟ ابريل. صح ولا لا؟ وبرودكشن ابريل هو اللي جاب لي نيدز ابريل. اللي جابت لي اندنج انفنتوري مين؟ مارش. فاهم لا بقول ولا لا؟ كلام خطير. عشان كده احنا في البرودكشن قلت لك روح شهرين قدام عشان تجيب لك مين؟ ابريل. عشان هتاخد ابريل تحتاجه في انهي بادجت؟ الدي ام. معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ الكلام خطير. قولوا لي بقى الناس ترد. انت محتاج كام كيلو في جان؟ اتكلم معايا. 102 واتأمن بكام؟ 16. يبقى اجمالي احتياجاتك كام؟ 128400. طب هان 132 و 28 يبقوا كام؟ 160 800. طب هان 144 و 24 600 يعني كام؟ 168. كام؟ 168 600. ممكن اطلب منكم طلب؟ رصيد نهاية الكوارتر هيبقى مجموعهم ولا آخر شهر؟ يا جماعة نفس اللي عملناه فين؟ في البرودكشن. بنعمله فين؟ في الماتير. قول ده بلس ده طالعين كام؟ 300 كام؟ 342. هو شايف 378 دي هي فيها مستيك نصلحها. ماشي. المهم دول طالعين كام؟ نبقى نبص على الرقم ده 378. ماشي دول طالعين كام؟ ها عشان بس ما نمشي على الغلط. خلاص. ها 42 نكمل. انا هراجع الكالكوليشن بتاع الحته دي. حد معترض؟ باقي لي لقطه بقى لو تقولوها لي هخلص. كملوا رايت الاديشنال انفورميشن. اول ماتيريال سيبك من الجدول من النقطه الثانيه دي دلوقتي. خلينا بس نكمل. انا دلوقتي وصلت لحد مين يا جماعه؟ توتال نيدز. باقي لي اطرح مين؟ باقي لي اطرح مين؟ البيجيننج. انا مش عايز ارجع للبالانس شيت. انا عايزك تبقى ذكي. تعال اندنج فبراير سوري بيجيننج فبراير هيبقى اندنج مين؟ جانيوري. حد معترض؟ بيجيننج مارش هو اندنج ايه؟ صح كده؟ تاني بيجيننج فبراير هو اندنج ايه؟ يناير. معايا ولا لا؟ بيجيننج مارش هو اندنج مين؟ فبراير. واحد فيكم شاطر يساعدني. مين يجيب لي ده؟ مين يجيب لي رصيد بداية المدة بتاع يناير؟ اجيبه منين؟ تعالوا نفترض ركزي معايا ان انا هنا عندي ايه؟ ديسمبر. هاتيلي اندنج ديسمبر هاخد متطلبات مين؟ يناير. اضربها في كام؟ مش هي النسبه كانت 20؟ يعني انا لو ضربت ده في 20% هيطلع 20400. هيطلع كام؟ 20400. طبعا اندنج ديسمبر هو بيجيننج ايه؟ يناير. انتوا معايا ولا لا؟ او
مش قوي، هو درجة تقريبا في الامتحان. بس ارجع لي الجيفن المسألة، يلا انا عارف انك تعبت، ارجع لي الجيفن المسألة. بص على البالانس شيت كده، شايفه؟ شايف البالانس شيت؟ شايف يوم واحد واحد عندك ماتيريال انفنتوري بكام؟ 20400 كيلو، اللي هم مين؟ دول معايا ولا لا؟ مش انا قلت لك ان انا مش هديك البيجيننج في الامتحان، انا هنا في البالانس شيت بديهولك، في الامتحان ايه؟ مش هديهولك، انا هتخيل ان في ايه؟ ديسمبر. ممكن اقول لك حاجه؟ خطوات البرودكشن هي خطوات مين؟ الماتيريال. بس واحده شغاله بالفينش دي جود، يعني ايه فينش جود؟ شغاله بالانتاج، والتانيه حولت الانتاج الى ايه؟ ماتيريال. يعني ايه لا ماتيريال الى ايه؟ خام. قول لي بقى القانون هنا ايه؟ هضرب اللي هنتجه في الكميه عشان احوله الماتيريال نيدز. ها اجمع اند كده جبت توتال ايه؟ نيدز. اطرح بيجين كده هجيب اللي ايه؟ بيرشيز. البيرشيز دي كميه صح؟ لو ضربتها في السعر يبقى انا عرفت هدفع ايه؟ كام؟ قول لي بقى. يلا يا جماعه انجزوا شويه عشان تعبنا. ها ده طلع كام؟ 108,000 صح؟ في 8 جنيه يبقى كام؟ 164. وهنا كام؟ طبعا 104,400 دي كميه صح؟ في 8 جنيه. ها 193,800 فيه. ها ماشي. لا انا اخر سؤال بقى هساله هنا في الكوارتر، هحط المجموع ولا اول شهر؟ يا جماعه في البيجيننج ككوارتر باخد المجموع ولا اول شهر؟ طب والاندنج ككوارتر باخد المجموع ولا اخر شهر؟ اخر شهر. يلا طلع كام؟ خلاص؟ ده كام بقى هنا؟ 3,500,000 معايا ولا ايه؟ بص بقى الغلط خلاص انا صلحتها، شايف ال 342,600 دي؟ خليها 402,600، ليه؟ خلي دي 402,600 خلاص؟ لقيتوها؟ اللي هي 342 خلوها كام؟ 400. ممكن اخر سؤال بقى عشان ما ايه؟ تعبنا. انت دلوقتي هتشتري خامات بكام؟ لا ايوه هشتري بكام؟ 864 وكام؟ 1,075,000 ومليون 118 يعني 3 مليون وشويه، صح ولا غلط؟ هتشتري يعني انت الفلوس دي داخله لك ولا هتدفعها؟ اسمع بقى لو انا هشتري كاش، لو هشتري ايه؟ كاش. لو انا هشتري كاش يبقى الرقم ده هدفعه في نفس الايه؟ الشهر. طب افرض انا بدفع للمورد بالقسط زي ما عملت جدول ايه؟ تحصيل، هعمل جدول ايه؟ سداد. انا التحصيل كنت بحصل على كام شهر؟ 3. تعال نشوف بقى السداد ايه؟ اقرا الجيفن فوق. All material purchases are made on ايه؟ انت بتدفع الفلوس ايه؟ on account. يعني ايه on account؟ انت فيها تحصيل. 30% of the month's purchases are paid in the months of ايه؟ purchase. While the remaining 70% بيدفعوا in the following months. مين يحلها ايه؟ اعمل لي جدول دفع. استنى يناير فبراير مارس. معلش يا جماعه انا عارف اني قرصت عليك، بص لي اسال ترد. قول لي انت هتشتري حاجات في يناير بكام؟ 864 صح؟ هتدفعهم ازاي؟ 30% منهم فين؟ في يناير. 70% فين؟ فبراير. حد معترض؟
طب في فبراير هتشتري حاجات بكام؟ مليون 75 وشوية. 30% فين؟ 70% فين؟ مارس. انا هنا بقبض ولا بدفع؟ بدفع. طب تعال مارش اللي هما مليون 118، شايف ولا لا؟ 30% فين؟ مارش صح؟ 70% في ابريل. عارف يتسجلوا ايه 70%؟ اي بي. برافو عليك. ليه اي بي بقى؟ دي مستحقات عليا ولا ليا؟ عليا. انت القسط ده هتدفع كام في المية في مارش؟ 30. السبعين في المية تسجلوا ايه؟ اي بي. كده احنا غلطنا غلطة رهيبة. قول لي ايه هي بقى؟ صح كده. اكيد ديسمبر كنت دافع 30% فين؟ في ديسمبر. وفي قسط منه جاي فين؟ في يناير. صح ولا غلط؟ صح. اجيبه منين؟ يا المساله تديك مشتريات مين؟ ديسمبر. عشان انت تحصل منها كام في يناير؟ 70. يا اما ارجع للجيفن بتاع المساله. خلاص انا خلصت. ارجع للجيفن المساله معلش. شايفين البالانس شيت؟ شايفينه؟ قول لي. ها؟ ايوه. كان عليك اي بي اكونتس بيبل للموردين كام؟ هم دول شايفهم؟ اكتب عليهم كده 70% من ديسمبر. افهم اللعب. هو ايه هي الاي بي؟ فلوس ايه؟ عليا. طب هو انت اصلا سياسه الدفع شغاله كام؟ 30 ايه؟ 70. يبقى اكيد انا راجع شهر واحد. فاجي طالب بيقول لي ايه؟ دكتور امال انت ليه في التحصيل رجعت شهرين؟ عشان كانت السياسه كام؟ 30 50 20. فكنت بسمع كام شهر ورا؟ اثنين. هنا كام لكام؟ رد عليا 70 30. فرجعت شهر ايه؟ واحد. هو مديني ان انا في اي بي بكام؟ 570. يبقى اكيد دول اليوم واحد واحد اللي بايتين منين؟ من ديسمبر. هات بقى الجدول بتاع الحل. خلينا نخلص. يلا صفحه 6. انت هتبدا ان انت ليك كام؟ مين ال 570؟ دول اللي منين؟ من البالانس شيت اللي هم انا كاتب لك يمثلوا 70% منين؟ ديسمبر. طب يلا بتوع يناير هتحصل 259 في يناير وكام في فبراير؟ 604. طب بتوع فبراير هتحصل هنا كام؟ 322. وفي مارس انتوا فاهمين ولا لا؟ 752. طب في مارس هتحصل كام؟ 335. دول ال 30% صح؟ ردوا. هو المبلغ كام؟ مليون 118. هتاخد كام في مارس؟ 30. بقيته بقى اللي هما كام؟ ال 70% في الرقم ده هيتسجلوا ايه؟ اي بي. افهم عشان انت واضح انك في المحاسبه الماليه بعافيه. انت بادئ يوم واحد واحد عليك اي بي كام؟ 570. اكيد دول اللي بايتين من ديسمبر هيدفعوا فين؟ في يناير. طب انت نهيت في نهايه مارس. قسط مارس دفعت منه كام؟ 30. مشتريات مارس رولتو دفعت كام؟ 30. معايا بنتي ولا لا؟ دفعت كام؟ 30. ال 70 فين؟ فين؟ يتسجلوا ايه في اخر مارس؟ اي بي. ده بتاع نهايه مارس عشان يدفع فين؟ في ابريل. في مشكله؟ لقطه اخيره. بصوا اخر الجدول تحت. انت في يناير هتدفع 830 صح؟ فبراير كام؟ 927. مارش كام؟ مليون 88. كلهم كام يا جماعه؟ 2 مليون 800 كام؟ 45. شايف انا كاتب تو ذا كاش ايه؟ بادجت. افتح اخر صفحه في الملزمه. بصوا كده في سيكشن اسمه كاش ديسبيرسمنت. اكتب عليه المصروفات. سيكشن اسمه ايه؟
ردوا عليا كاش ايه؟ ديسبيرسمنت اللي هو مين يا جماعه؟ المصروفات. شايف اول واحد فيه مكتوب دي ام ايه؟ بيرشيزز. اكتب جنبها من جدول السداد. شايف السطر ده بتاع دي ام بيرشيزز؟ مين هو جدول السداد اللي هو مين؟ ما هو بص انا هشتري بكده لكن انا يهمني هدفع ايه. طالما انا ما بدفعش كاش عملت جدول ايه؟ سداد. اخر سطر في جدول السداد راح لموازنه الايه؟ الكاش. معايا ولا لا؟ يبقى انا اخر الحصه النهارده رميت كام سطر في الكاش بادجت؟ 2. واحد بتاع الايه؟ كولكشن. واول واحد في المصاريف اللي هو بتاع الايه؟ ماتيريال. صعب الكلام؟ ما تقولش لا صعب. صعب. انا عايز اكمل الشابتر ده قبل الحد. ليه؟ لان لو سبتك راح. ولا انا بتكلم غلط؟ فانا عايز اكمل الشابتر ده معاكم يوم السبت الساعة 2. خلاص؟ يعني بصوا ممكن نبدأ 3 لان انا هيبقى عندي حصص في دمنهور. يعني اعمل حسابك ان انت تبقى هنا من 2، ممكن تلاقيني بدأت 2:30. اتفقنا؟